صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم بحلقه جديده من برنامج الحدث لنهار الخميس 21 حزيران يونيو 2018. سعدنا رحب بضيفنا بالاستوديو الكاتب والاستاذ الجامعي دكتور حبيب فياض. صباح الخير دكتور. صباح النور، اهلا وسهلا فيك. يعني من يومين كان عندك محكمه المفروض باللافت، انه يعني هي الدعوه مقامه من الزميل الاعلامي وليد عبود ضدك، بس اللافت انه عم تتحول دعوات بدل ما تكون مطبوعات الى قصر العدل. فقديش ما ممكن يكون في حل بين اعلاميين من دون اللجوء الى يعني اقصى درجات العقوبات؟ هي مطبوعات يعني الدعوه بالمطبوعات. بس طلب منكم انكم تحلوها من دون دعوه، بعتقد وانه لازم يكون في مساعي لحل هذا الموضوع بطريقه حبيه وراقيه كما طلب القاضي. ما بعرف هلا اذا وجهت له تحيه يمكن يعتبروها في بس لا، فعلا كان حدا محترم جدا ومهني وهيك من كل قلبه، اتمنى علينا انه نحلها بالمصالحه. رح نحكي اذا في مجال لنحل هذا الموضوع بالمصالحه، خصوصا انه ايضا في مساعي سياسيه تتدخل لحل هذا الموضوع. اليوم الاساس اللي عم يشغل البلد ماذا يجري في البقاع الشمالي؟ هل هو فلتان ام انه فوضى منظمه مثل ما البعض عم بيقول؟ وليش اليوم رجع انفتح ملف الامن في البقاع؟ هل تؤيد التصعيد الذي تطرق اليه اللواء النائب جميل السيد بحديثه عن زعران، يعني زعران مغطيين، او بالاحرى تورط ايضا مرجعيات يمكن القول الامنيه او عناصر امنيين كبار بتغطيه هؤلاء الزعران وحتى بتشجيعهم على التمادي بارهابهم في منطقه البقاع الشمالي؟ وما هو الحل لهذا المنطقة؟ تأليف الحكومة بين مخاضين داخلي وخارجي، هل تعتبر أنه هذه المهلة اليوم هي مهلة صار في علامات استفهام على طول التأليف، بوقت البعض عم بيقول بعد ما صار له شهر مكلف الرئيس سعد الحريري ليه بلش الضغط عليه مبكرا؟ وأكيد الحل في سوريا، تأشيرات الإيرانيين في بمطار بيروت اللي عم ينحكى أنه من أثار هذا الموضوع هو الإيرانيين أنفسهم عبر وكالة أنا الإيرانية، واللي البعض اعتبر أنه في ضغط على لبنان عم بيكون. كل معلومات رح نحكيها مع حضرتك. شكرا ميشا. مشاهدينا اهلا بكم من جديد، واجدد الترحيب بضيفي الاستاذ الجامعي والكاتب دكتور حبيب فياض. اهلا وسهلا فيك من جديد. دكتور فياض، البدايه من بعلبك الهرمل ومن الامن في البقاع الشمالي، هل تعتبر بان ما يجري اليوم مفتعل؟ يعني ما في شيء، البعض عم بيقول استجد بهذه المنطقه، الامن اللي هو هشم يمكن القول دائما كان في هذا المنطقه منه جديد، شو اللي عم بيصير اليوم؟ يعني أنا لا أميل إلى تضخيم الموضوع ليوصل إلى مستوى المؤامرة الدولية، يعني التي تستهدف أنه تأزيم الوضع أو تفجير الوضع، بس بنفس الوقت ما فينا كمان نبسط اللي عم بيصير إلى درجة أنه نقول اللي عم بيصير هو شيء طبيعي من حيث المستوى والكم والحجم، هو امتداد طبيعي للي كان يصير بالفترات السابقة. لا، ثمت علامة استفهام يجب التوقف عندها، أنه بشكل متزامن مع الحملة المتصاعدة ضد حزب الله وفي ظل ما شاهدناه من تصعيد على يعني تصعيد غير مسبوق على خلفية الانتخابات النيابية اللي صارت مؤخرا، أنه إيه في علامة استفهام بتستدعي أنه نوقف عندها، أنه طيب كان الأمن بالبقاع منفلت بمستوى 50%، لقيناه فجأة ارتفع يعني 50% إضافية لدرجة أنه صار الأمن منفلت بالطريقة اللي عم نشوفها. إيه الأجهزة الاستخباراتية ودوائر متربصة بحزب الله ويمكن بعض العوامل المحلية اللي عم بتساعد أنه عم تحط حزب الله بزاوية معينة، أنه أنتوا رفعتوا شعارات كبيرة إبان الحملات الانتخابية، تفضلوا هيدا الوضع منفلت لدرجة أنه الناس عم تتذمر وتستاء، وهن عم بيراهنوا سلفا أنه طرف الخيط مش بإيد حزب الله، مش حزب الله هو المسؤول عن الفلتان ولا المعالجة كمان برمتها هي بإيد حزب الله، فبتصور أنه هيدا الموضوع ممكن أنه يعمل إحراج للحزب. بس أولا هي شو المشكل اليوم تحديدا؟ إذا بدنا نقول في مشكل، شو هو هذا المشكل؟ هل هو انه ما فيها الدوله توصل،
أو ما بدها توصل على هذه المنطقة في البقاع، هل هو بتغطية بعض يعني المطلوبين اللي هم عم يقودوا هذه الحملة؟ يعني هذا الموضوع من يعني على درجة من التعقيد بتستدعي مننا أحيانا أنه نقاربه أكاديميا مش بس سياسيا واجتماعيا. يعني هذا الموضوع بده مراكز دراسات ومراكز أبحاث تطلع على الأرض وتعمل إحصاءات وعمل إيه فعلا، لأنه إذا بدنا نضل نقاربه هيك بطريقة أنه عشيرتين تخانقوا مع بعض أو اثنين زعران تخانقوا مع بعض، يعني هاي المشكلة ما بينحل بالطريقة العشائرية. يعني طريقة العشائر القائمة على مبدأ تبويس اللحى هي عبارة عن يعني مسكنات من الممكن تحل مشكل موضعيا، بس الأزمة بالعمق تاعها أكثر من هالشيء. أنا برأيي في تربة خصبة فوق للمشاكل في ظل انعدام عوامل الاستقرار المجتمعي والاستقرار النفسي إذا بدك المرتبط بالاستقرار المجتمعي لدى شرائح واسعة من الناس. هيدا الأمر على المديين المتوسط والبعيد بيولد عنا هاي الحالات اللي عم نشوفها. يعني اللي بدي أقوله أنا إنه في 50% من الموضوع مش مرتبط بعوامل موضوعية خارجية، بل مرتبط بعوامل ذاتية إلى علاقة بالبيئة اللي عايشينها. هلأ نحن بلبنان وقت للناس بتطالب بالانتخابات بتطالب الدولة، ممكن أنت تحول المنطقة اللي عم يطالبوا فيها الناس لسويسرا تماماً، بس بنفس الوقت مشكلة البطالة مثلا ما انحلت. يعني ممكن تعملي أوتوسترادات، ممكن تعملي جنائن خضراء، ممكن تعملي دور سينما ومسرح واللي بدك. المواطن بهيديك المنطقة بالدرجة الأولى شو بده؟ بده وظيفة، بده أمان. بس اجتماعي. هي حكرا هيدا المطلب على أهل البقاع، مش حكرا إنه اليوم مين قال إنه الحالة الاجتماعية في الشمال أو في عكار، في طرابلس، في عدد من المناطق اللبنانية مش أسوأ بكتير كمان من الحالات الاجتماعية الموجودة بهذه المنطقة؟ يعني وما عم نشوف هذا المشهد. إذا بدنا نعمل مقارنة بين الشمال والجنوب بنلاقي إنه أهل الجنوب من الناحية الاجتماعية عندهم ميول للسفر لبرا. أول ما الواحد يصير عمره 18 سنة بيقول لك أنا بدي أسافر. البيئة الاجتماعية بالبقاع لسبب أو لآخر لا، يعني مرتبطة بأرضها وبتضل بأرضها. طب هيدا بيلعب دور كبير. أنا ما بقول بس يعني عامل إنه عدم وجود فرص عمل هو اللي عم يعمل هاي المشاكل. أنا عم بقول إنه يعني بالمحصلة في عوامل ذاتية داخلية نتيجة التركيبة الديموغرافية والعشائرية القائمة بالمنطقة عم بتساعد على وجود هاي الفلتين الأمنة. بس بالمقابل بما أنه نحن بدنا يعني مثل ما بنحكي دائما، نحن ما عندنا دولة قائمة على مبدأ المؤسسات، وبكثير من الأحيان المؤسسات المولجة بحفظ الأمن هي امتداد وعينة عما هو حاصل بالبلد تماما. فإذا فينا نقول ثمت تقاعس لدى بعض الأجهزة الأمنية والقوى المولجة بالحفاظ على الأمن لناحية عدم القيام بواجباتها، بل ببعض الأحيان في تواطؤ. ببعض الأحيان في تواطؤ أنه مثل ما أنت بأي مؤسسة بالدولة قادرة تخرقيها ب50,000 ليرة ممكن أنك تعطيها، كذلك الأمر فوق في ضباط وفي ناس بقوى يعني بالقوى المعنية بالموضوع ممكن تكون متواطئة مع المطلوبين. مين بده يحسم هذا الجدل؟ يعني اليوم في أمن منطقة بكاملة يعني هو تحت المجهر، في ناس اليوم كل يوم عم تشكي من يعني حالات وفاة، حالات إصابات عم بتصير نتيجة هذا الرصاص الطائش اللي هو شو ما كان طائش بالآخر، لا هدف منه غير أنه نتيجة معارك عبثية. اليوم مين بده يحسم هذا الموضوع؟ الناس اللي بيحسم الجدل مش عامل واحد. يعني العامل الأول بدنا خطة أمنية محكمة. العامل الثاني ما بتقولوا في تورط او في شبه التورط لعدد من الضباط المفروض انهم يمسكوا الامن. الخطه الامنيه المحكمه بتستدعي من المعنيين بقوى الامن الداخلي والجيش اللبناني انه يكونوا جديين ويحاكموا ويحاسبوا اي عنصر متورط مع الجماعات المطلوبه. هيدا الامر هو خطوه اولى على الطريق. بس بنفس الوقت في عنا بالاضافه لهي الشيء المطلوب من الدوله انه فعلا تمارس عمليه التنميه الاجتماعيه لحتى تريح الناس، والناس تحس حالها انه عايشه بمجتمع لديه الحد الادنى من الامكانيات، ما بدنا نقول الرفاهيه، الامكانيات اللي بتساعد على الاستمرار
بالحياة اللي فيها الحد الأدنى من المستوى اللائق والكريم. العامل الثالث كمان أنه ما بده لازم أن تنزع عوامل التسييس عن الموضوع. إذا أنت عندك مشكلة مع حزب الله ومع حركة أمل ومع بس ليه دايماً عم تتصور المشكلة أنه هي مع حزب الله؟ بالأمس اللي شفناه البعض عم بيقول أنه طيب اللي هو نوح زعيتر أحد المطلوبين كان بالانتخابات هو مفتاح أساسي بالنسبة لعدد من نواب حزب الله وشفناه معهم كل الوقت وهو مطلوب. مين اليوم عم بالصور شفناه مع بصورة مع يعني بتقبل واجب عزاء كان النائب حسين الحاج حسن كان شيخ يزبك يعني انه بالاخر هذا مطلوب وموجود بمكان في امنيين مفروض وفي نواب وفي فعاليات. ليش اليوم بده يصير انه استهداف لحزب الله اذا بده يمسك الامن؟ حزب الله من خلال رموزه موجود بمكان عم يتقبل تعازي وفات شخص اللي هو نوح زعيتر صار يعزي، هيدا ما بيعني انه هو عم يدعم حزب الله، وبنفس الوقت ما بيعني انه حزب الله كمان مشكلين له غطاء. خلينا نحكي الامور بشكل بس اليوم عم بتصور انه هي معركه ضد حزب الله بوقت انه الاهالي البقاع عم بيقولوا هي معركه ضدنا نحن، هيدا امننا وحياتنا هي المهدده، ليه عم بتصير انه لا البعد السياسي هي معركه عم يتم تظهيرها على اساس انه المستهدف منها هو حزب الله، لانه عم بيصير عمليه افتعال للربط بين حاله الحرمان والفوضى اللي عم بتصير وبين مسؤولية حزب الله بالمساعدة على رفع الحرمان وإزالة الفوضى. علما انه بس الحزب لطالما قال مش شغلتي. ايه ما هي اللي عم بقول لك، الحزب دائما عم بقول انه انا مش دولة وانا مش معني، وحزب الله اكثر شيء بيقدر يعمله انه يحاول قد ما فيه يعمل مشاريع تنموية بالتعاون مع الفرقاء الاخرين لرفع الحرمان وحض الدولة على القيام بواجباتها، وبيقدر كمان يحض الدولة انه تفضلوا كل المطلوبين، تفضلوا ايتها الدولة خذوهم ولاحقون واعملوا خطة امنية متكاملة من اجل معالجة الوضع، وحراجع عليكم اذا حدا من حزب الله او حركة امل بيتدخل لمنع اي عملية مداهمة ممكن تصير. طب بس هون اليوم في شيء كمان سوريالي، قبل الانتخابات كانوا عم بيوعدوا كل المرشحين للانتخابات من مختلف يعني الاحزاب والتمثيل اذا بدنا نقول الشعبي، عم يوعدوا بانه هن رايحين الى عفو نيابي، وانه ابرز شيء رح يعملوه هو العفو، قانون العفو لرفع مذكرات التوقيف اللي صارت مثل السيف على عدد كثير كبير ومن ضمنهم المطلوبين في البقاع. بعد الانتخابات صرنا عم نحكي نرجع بخطه امنيه بمطلوبين جديد بمذكرات توقيف جديده. طيب هون قبل ما نحكي اذا هو الموضوع مجتمعي ولا غير مجتمعي، ليش هذا التناقض وليش هاي الوعود الفاضحه؟ يعني كمان بالبقاع بيقولوا لك ضحكوا علينا وصاروا يقولوا لنا بدنا نعمل لكم عفو، بدنا نرفع هيدي المذكرات اللي هي صارت منعتهم حتى من التجول، ما بتخلي ابن البقاع المطلوب بمذكرات توقيف البعض يقول انه انكبت عبثيا انه ينزل يشتغل حتى ببيروت اذا بده ينزل يشتغل. ليش عم بتحط مبدا العفو كبديل عن الخطط الأمنية؟ بس لما يصير في هالقد مذكرات توقيف كبيرة ما في كل العالم تحطها بالحبس كمان، بيتكاملوا مع بعض مش بدل، مش هيدا بديل عن هيدا، هيدا اللي عم ببين للناس. لا لا لك شيء، حتى لو مبدأ العفو بده يمشي هيدا ما بيتعارض مع على الإطلاق مع إمكانية أن يكون هنالك خطة أمنية لمعالجة الوضع الفالت على مستوى منطقة البقاع. طب بس ما بتوعد العالم يعني بعفو وبتطلع لهم بخطة أمنية بعدين؟ أنا بدي القليل طبق العفو وعمل خطة أمنية. إذا أنا بدي أعمل عفو وواحد قاعد على الشارع بيقوس لأنه أنا بدي أعمل عفو بقول معلي خليه يتزعرم بالشارع، لا مش هيك. بس مبدأ العفو هو شغلة بوضع مثل لبنان شغلة معقدة ومركبة وبدها كثير من الوقت. لشو بيوعدوا فيها السياسيين؟ عم بيوعدوا بالمبدأ. ليه كلهم استثمروها قبل الانتخابات؟ عم بيوعدوا. إذا قصدك أنت تغمسي من قناة حزب الله وحركة أمل، أنا عم بقول لك طيب كل بدي أعمل أنا عفو عن عفو. لحتى أعطيكي مثل كثير واضح وبسيط، أنا بدي أعمل عفو عن حدا والله متهم انه ضبط انه معه وقيه من المخدرات من 15 سنه وبعده ملاحق، وبيجي واحد بيقول لي اذا بدنا نعمل عفو عن هيدا انا كمان بدي اعمل عفو عن الاسير اللي قتل الجيش اللبناني واللي عمل واللي سوى، وانا بدي اعمل عفو عن ناس مرتبطين بتجمع العلماء المسلمين بالشمال اللي هن كانوا على تواطؤ مع الارهابيين، وبيجي حدا بده اياكي تعملي عفو
عن ناس تم ضبطهم بعرسال وجرود عرسال كانوا مع الإرهابيين مثلا، وقتلوا ناس من الجنود اللبنانيين. حسم جدل القتل انه كل من تورط بقتل وقتال مع الارهابيين اللبناني، هيدا بده وقت خارج اطار العفو. هيدا الموضوع بده وقت وبده مفاوضات. انا برايي مبدا العفو مش غايب عن السماء، مبدا العفو ما حدا عم بيقول انه تراجعنا عنه بعد الانتخابات، بس ما في تعارض على الاطلاق بين خطوات اجرائيه ممكن نقوم فيها هلا من اجل محاسبه ومعاقبه المنفلتين من الناحيه الامنيه واللي خارجين على القانون، وبين انه ينطبخ مشروع العفو على نار هادئه. اذا بدك تقول مين خارجين عن القانون، يعني اليوم مين خارج عن القانون بهيدي المعركه موجوده قدامنا؟ هلا انا مش يعني مزبوط امي من المنطقه، بس انا صراحه ما بعرف خريطه المنطقه منيح. لا انه اليوم لما تقولوا يعني خارجين عن القانون هن اشباح ولا اسماء معروفه ومطلوبه؟ في ناس يعني طبعا القصه مش مثل ما بيحكوا بالهيبه، يعني ما هو هيك عم بيصير انه نحن كاننا مسلسل فعلا مش هالقد، يعني في مبالغه كثير بالمسلسل، بس شكله المبالغه بالمسلسل اجى مخفف من نتيجه لا هلا بيزعلوا منك لا ما هن بالاول كان في هيدا الرفض بدي انه هذه الصوره لا تعكس صوره البقاع، اليوم عم بتبين انه لا في شيء. خلينا نكون موضوعيين وما نحاكم، يعني الايه القرانيه بتقول ولا تزر وازره وزر اخرى. السواد الاعظم من الناس اللي عايشين فوق هن الضحايا الاول للشيء اللي عم بيصير. اكيد المأساة الكبرى وين؟ انه بيجي حدا عن بعيد بيرمي الكرة وبيحمل كل المنطقة مسؤولية اللي عم بيصير. لازم بشكل اساسي انه اللي خارجين عن القانون هن عبارة عن ناس اما عندهم انحرافات نفسية وذهنية وعم يستسهلوا، يعني انه الربح كيف بيأمن الربح؟ افضل شيء عندي قطعه ارض بزرعها والدوله دايره ظاهره بطلع مخدرات لانه ما في شيء يعملوه. هيدا اللي كانوا عم بينقال، عم بيقولوا تبيع اذا نحن هيدي المنطقه حكمتوا عليها بالحرمان، في ناس خلونا شرعوا. في ناس كثير ما عندهم شيء ثاني يعملوه، في ناس كثير ما عندهم شيء ثاني يعملوه ورغم هيدا ما انحرفوا. في ناس كثير بالمنطقه فوق عايشين شظف العيش وعايشين بتقشف بالوقت اللي قادرين انه يتبعوا وسائل غير شرعية من أجل كسب الأموال المحرمة. أنا اللي عم بقوله أنه الأزمة فوق مش مين هو اللي خارج عن القانون، الأزمة فوق مرتبطة ببعدين. البعد الأول خلينا نزيل العوامل الداخلية للأزمة، أنه نعمل أرضية صلبة لحتى الناس تقدر تعيش عليها من خلال حد أدنى من مشاريع تنموية تزيل البطالة. والبعد الثاني انه هاي الدولة، خاصة انه نحن هلا بعهد قوي، هاي الدولة اللي قدرت انه تحرر الجرود وهيدا الجيش اللي كل اللبنانيين بيفتخروا فيه وبيعتدوا بقيادته الحالية وبيعتبروا انه الجيش اللبناني هو مؤسسة وطنية نظيفة وبعيدة عن الشبهات، خلي الجيش مع القوى الأمنية يعملوا خطة بالتنسيق مع القوى الحزبية والقوى الفاعلة بالمنطقة لملاحقة المطلوبين، وبعدين إذا إجا عفو بعودوا بفلتوهم. اليوم لما يصير التشكيك بأنه هنالك من هم في هذه المؤسسات عم بغطوا هذا الفساد ويكونوا شركاء فيه، يعني لما يقول هيك كلام بالأمس لواء جميل السيد، ما طلع مسؤول بالبلد يقول هذا يعتبر إخبار، خلينا نعرف من هم الأسماء المتورطين. وكلنا بنذكر بحادثة تسليم العسكريين في عرسال أنه كان في أيضا ضباط متورطين بالتسليم لجبهة النصرة ولداعش، وبنذكر شو اللي صار وصار في أيضا محاسبات. طيب اليوم يعني مش معصومين الناس عن الخطأ. في مؤسسة بالدولة بمنأى عن أن تكون مخترقة لناحية الفساد. اسمعي يعني بدنا ما بدنا نخلط بين أمرين. مرة بيجي حدا بيقول لك الجيش متواطئ مع المهربين ومع الفاسدين، ما حدا قال الجيش أو قوى الأمن الداخلي كعنوان كبير، بالعكس مرة أنه طبيعي في ضباط وعناصر. أنا برأيي السيد جميل السيد عم يحكي يطلع يكشفهم، صمم بعض الاسماء. حدا اخذ بالكلام، يعني بالاخر قال انه عم يدفعوا بالاخر ليعملوا لافتات ضدي وينشروه على الطرقات ويحرضوا العشائر على جميل السيد بدل ما هن يحاسبوا. طيب هؤلاء هيدا الامر هلا الخلاف بيني وبينك هون، انه نعم هنالك اشخاص مخترقين في الجيش
وقوى الأمن الداخلي عم بتمارس عملية تسهيل الدور للمطلوبين، لدرجة أنه أحيانا بيتلفنوا لهم بكثير من الأحيان بيقولوا لهم انتبهوا في حاجز أو إلى ما هنالك. هاي مهمة القوى الأمنية والمؤسسات القضائية والقوى الفاعلة بالبلد من أجل تشكيل رأي عام ضاغط لمحاكمة هؤلاء. ونقطة على السطر، بس ما فينا نقول أنه والله لأنه في خروقات بالجيش انه هاي انه صار جيش. بصراحه اليوم البعض يقول انه ممكن نشوف افواج مقلله من القوى الامنيه عم تدخل على البقاع بصوره انه الدوله جايه على المطلوبين، هل هيدا المشهد هو اللي بحل الازمه؟ لا. وهلا اذا عملنا عمليه مداهمه للمطلوبين ولاحقناهم ببيوتهم، ما بكره بيصير غيرهم كمان مطلوبين، يعني طالما انه نفس العوامل التي تؤدي الى انتاج مطلوبين او انا بسميهم ارهابيين اجتماعيين، لانه الارهاب مش بس بالسياسه، يعني كل حدا خارج عن القانون فوق، كل حدا يطلق النار هيك لاي مناسبه كانت وعم بيؤدي للقتل، ما الارهابي كان يقتل وانت عم تقتل، كل حدا بيروج مخدرات تؤدي الى المرض والقتل والادمان، ما هيدا كمان نوع من الارهاب اللي عم يمارس بالداخل اللبناني. فطالما البيئة الخصبة يعني مثل التربة فيها بذرة وبيجي أنا بتطلع منها شوكة بقيمة، بعود حدا بعود تاني مرة بدها تطلع الشوكة، مطلوب أنه أنا عالج المسألة جذريا. الأسباب اللي التي تؤدي إلى إنتاج بيئة خارجية عن القانون المطلوب أنه العمل على معالجتها، بس طبعا بالآليات وخطوات أولية. إيه إذا أنا بلاحق المطلوبين وبحتجزهم وبعتقلهم وبحاكمهم وبحبسهم، هيدا الامر بخفف من وتيره اللي عم بيصير، بس مش هو الحل الوحيد. مين بيقدر يقوم بهذا الدور؟ يا اختي عندنا دوله ولا لا؟ دوله يعني طيب. مع نواب مع فعاليات؟ عندنا مجلس نواب بده يصير، عندنا حكومه، عندنا وزاره داخليه ولا لا؟ عندنا رئيس حكومي ولا لا؟ عندنا وزراء ولا لا؟ عندنا رئيس جمهورية ولا لا؟ هاي البقعة هي جزء من الوطن، ما ممكن انه هاي البقعة، يعني ليش هالقد ضلوا 10 سنين هالكينا مثلا بموضوعات سياسية لا كلوا ولا ملوا هن يحكوا فيها؟ طيب ليش هيدا الموضوع اللي هو على درجة عالية من الأهمية وموضوع حيوي وبيطال أمن الناس، الدولة هي المسؤولة، الدولة هي المسؤولة. وقت اللي حزب الله يتدخل ليحل شيء بقولوا عامل دولي داخل دولي، وقت اللي حزب الله يطالب الدولة ويقول لها تفضلي قومي بدورك وتولي القيام بالأعباء المطلوبة منك، بقولوا حزب الله عم يتهرب من مسؤولياته. حزب الله مش مؤسسة أمنية داخلية شغلته يلاحق المطلوبين، حزب الله مثله مثل القوى السياسية الأخرى بيقدر شو يعمل؟ يرفع الغطاء عن اي حدا مطلوب وبيقدر يمارس التحريض لدى الدوله وتشجيع الدوله على القيام بمهام. هل تعتبر اليوم كلام اللي واجه من سيد يمثل حزب الله فعليا بهذه؟ انا صراحه ما سمعته، يعني ما عرفت شو قال، ما صح لي اسمعه. تحدث عن انه الزعران هن مغطيين وفي تآمر من قبل عدد من العناصر او الضباط الامنيين مع هؤلاء، وحكي هلا انه هن اللي عم في فرق بين تآمر وتواطؤ. تحدث عن تواطؤ وتآمر، يعني تآمر بالشراكة، يعني معك كأنه صار تآمر، في ناس عم تتعمد انه تعمل هيك لحتى تأذي حزب الله لأهداف سياسية، تواطؤ في ناس مستفيدة ماليا او عم تاخذ رشاوى معينة او لأي اعتبار اخر ممكن عم تسهل للإرهابيين انه يعملوا اللي عم يعملوه. بس انه بتقلي لي انه في ظل هاي الحمله الدوليه وسياسه العقوبات اللي مورست على حزب الله، واذا كان في خبريه صغيره بالبلد مثل قصه الامن العام هلا بنحكي فيها والاختام، انه اي شغله عم تصير بالبلد عم يصار الى ربطه بحزب الله وبايران ومشروع ايران بالمنطقه والمقاومه واستغلالها لاقصى حد، بطبيعه الحال وقت للدولة عم تتقاعس عن القيام بمهامها بالمهام المطلوبة عبي بيجي البعض لحتى يعني يتخذ من موضوع حزب الله كجزء مكمل لهاي الحملة اللي عم بتصير عليه. رح تابع معك بموضوع تأشيرات الإيرانيين في المطار وشو رح يصير أساسا بهذا الموضوع، يعني دايما في موضوع بينفتح بصير بيعمل ازمه بنرجع ما بنقعد نسمع عنه، بينفتح موضوع جديد. هلا بعدلك 30 موضوع هيك
هو اذا بنرجع لورا يعني اليوم اذا بس نقول وين شو الزور يعني هذا العنوان اللي خرب دايماً بلد. انا دائما بقول انه من سنتين اذا بتتذكري كل نص ساعه كان يصير مداهمه لبراد بسوبر ماركت انه في جبنه فاسده. مظبوط. كل العالم تقول يي شو هالاكل اللي عم ناكله. من سنتين لهلا ما عدنا سمعنا ولا مداهمه لوزاره الصحه لهيك مؤسسات او لك ما بقى في جبنه فاسده ولا ما بقى او انه اللي كان عم بيصير تمثيل واستعراض او انه لا كان حقيقه وبعدنا لحد هلا عم ناكل جبنه فاسده وحتى مواد غذائيه فاسده. رح تابع معك دكتور، لكن اعود اليك ميشا والصحف. شكرا نانسي واهلا بكم من جديد. جولتنا على صحف اليوم نبداها مع صحيفه الجمهوريه. أجواء التأليف ضبابية ولا مبادرات، وأوساط الحريري ترفض الحديث عن تشاؤم. أكدت مصادر معنية بتأليف الحكومة للجمهورية أن كل كلام عن حسم بالنسبة إلى أي من الحقائب السيادية أو الخدماتية ما هو إلا افتراضات إعلامية لم تدخل دائرة البحث الجدي الذي يفترض أن يباشر به الرئيس المكلف، خصوصا أن لدى القوات مطالب محددة ما زالت مصرة عليها سواء فيما خص الحقائب السيادية أو الخدماتية. وكذلك الأمر بالنسبة إلى حصة النائب السابق وليد جملاط الذي أكدت أوساطه للجمهورية أن للحزب التقدمي الاشتراكي حقه الطبيعي في الحصول على حقيبة خدماتية أساسية. مع الإشارة في هذا السياق إلى أن مصادر الحريري تؤكد عبر الجمهورية أن الرئيس المكلف ليس معنيا بأي كلام عن أحجام أو توزيع حقائب على هذا الفريق أو ذاك، فهذا الكلام لا أساس له ولا صلة له بأي حراك يجريه على طريق توليد الحكومة. ورفضت المصادر ما يقال عن أجواء تشاؤمية تسود مسار التأليف، بل يمكن القول أن الأمور تجري في مسارها الطبيعي والحديث عن التشاؤم هو خارج السياق الحكومي تماما. وأنتقل من صحيفة الجمهورية إلى صحيفة اللواء. علاقة الحريري والثنائي الشيعي سمن سياسي على عسل حكومي. تنفي مصادر بارزة في 8 آذار وجود ضغوطات خارجية تحول دون تشكيل الحكومة بما يوحي بتبرئة العامل الإقليمي من هذا الملف ورمي كرة عرقلة مهمة الرئيس المكلف في الداخل، أي عند القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والفريق الدرزي. وتبرر المصادر المعنية مباشرة بالملف الحكومي مقاربتها هذه بالقول أن الرئيس الحريري اليوم لم يعد هو ذاته بالأمس، الرجل أصبح قادرا على اتخاذ قراراته بشكل محايد معتمدا على الغطاء الفرنسي الذي أعطاه هامشا كبيرا للمناورة السياسية في الداخل اللبناني بعد أزمته الأخيرة في زمن حكومة تصريف الأعمال. وعليه فإن الملف الحكومي وفقا للمصادر أصبح داخليا بامتياز، ورغم التأخير الذي تتحدث عنه كل الأطراف إلا أن التركيبة الحكومية جاهزة وهي شبيهة بالتركيبة الحالية لجهة توزيع الحقائب الأساسية، مع الإشارة إلى توزير مدير مكتب الحريري السابق نادر الحريري من حصة رئيس الجمهورية ميشيل عون. وبالتالي من المحتمل وفقا لمسار الأمور أن نشهد ولادة قريبة للحكومة، مع الإشارة إلى أن تلويح رئيس مجلس النواب نبيه بري بكف يده عن هذا الملف والسفر خارجا أعطى مفعولا إيجابيا لجهة حث كل الأطراف على تسهيل مهمة الحريري. وفي السياق كشفت المصادر أن العقد التي يحكى عنها باتت بحكم المنتهية، لافتة إلى أن الاجتماع الأخير بين وزير الخارجية جبران باسيل والحريري جاء ضمن سياق اتصالات مستمرة بعيدا عن الأضواء بين رئيس الجمهورية وباسيل والثنائي الشيعي مع الحريري للتشاور بشأن آخر المعطيات الحكومية. ولم تتردد المصادر في الإشارة إلى أن باريس أعربت للحريري عن رغبتها في تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن، ملمحة إلى أنها أيدت سيناريو حكومة الأمر الواقع إذا استمرت المماطلة على قاعدة فرض كل من عون وبري والحريري على المعرقلين السير بمسودة التشكيلة المتفق عليها كما هي أو البقاء خارج الحكومة في صفوف المعارضة. ولكن في المقابل لا تتوقع المصادر فك ارتباط لبنان نهائيا عما يجري في اليمن والضغوطات الأمريكية على روسيا وإيران. وأنتقل إلى صحيفة الأنباء. في معلومات الأنباء من مصادر سياسية مطلعة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استبق وصول ميركل إلى بيروت بالتواصل هاتفيا مع مراجع لبنانية يلفتها إلى دقة الأوضاع في جنوب سوريا وضرورة تقدير انعكاسات ما قد يستجد على الأوضاع في لبنان فيما لو استمر وضعه الداخلي أقل تماسكا مما يجب. وفي الختام أنتقل إلى صحيفة الراي.
محاولة لتكبيل الحريري عبر اتهامه بالإصغاء للخارج. تعبر مصادر سياسية في بيروت عن ارتياب من عملية المراكمة الإعلامية السياسية من حزب الله وحلفائه، والتي تركز على انتظار إقليمي يعتمده الرئيس المكلف الحريري في ملف تشكيل الحكومة العتيدة، ربطا بحسابات سعودية ذات صلة بالتحولات المتسارعة التي تحصل في اليمن وتلك المتوقعة في سياق رفع مستوى الضغوط على إيران وأذرعها في المنطقة وفي مقدمها حزب الله. وتلاحظ المصادر أنه رغم عدم انقضاء شهر بعد على تكليف الحريري تشكيل الحكومة، فإن حزب الله وحلفائه الذين يرفعون شعار الحكومة يجب أن تولد أمس يمارسون لعبة ضغط عبر المنابر الإعلامية والسياسية، تشير تارة وبلا رتوش إلى اعتبارات خارجية وراء ما يعتبرونه تريث الرئيس المكلف في مسار التأليف، وتغمز طورا من قناة هذا البعد الإقليمي عبر الحديث عن عدم لمس مؤشرات فعلية حتى الساعة إلى وجوده وأن العقد داخلية. وتشير هذه المصادر عبر الرأي إلى أن ثمة محاولة واضحة لاستحضار العامل الخارجي في التأليف بهدف وضع الحريري في موقع دفاعي ليندفع بتوقيت حزب الله المرتكز على اعتبارات التطورات المتدحرجة في بعض الساحات اللاهبة والرغبة في ترجمة نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة سريعا قبل أن تحتوي أي مفاجآت إقليمية وهجها إلى حكومة غير متوازنة بالمعنى الذي يهم المجتمع الدولي. ختام الجولة على الصحف، فاصل نتابع بعده الحدث مع نانسي وضيفها. مشاهدينا أهلا بكم من جديد، ونتابع حوارنا مع الأستاذ الجامعي والكاتب دكتور حبيب فياض. دكتور فياض، بموضوع تأشيرات الإيرانيين في المطار، بس شو اللي صاير؟ يعني لماذا تحديدا الوكالة الإيرانية الرسمية هي التي قامت بالإضاءة على هذا الموضوع؟ لأنه يعني قبل ما نحكي عن أنه لا إيران هن اللي حكوا بالموضوع، هذا الموضوع أنا برأيي أعطي أكثر من حجمه بكثير 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 يعني مما يستحق. وعادة خلص تعودنا، المثل بيقول هالخد معود على شو؟ على اللطم. انه اي شغله صغيره او كبيره لها علاقه بايران او بحزب الله بتلاقي في مجموعه كبيره من الجوقات اللي بتصطف بسرعه وبتبلش يلا تعمل سيمفونيه. هاي الامور تعودنا عليها وما عاد تاثر علينا. طبعا انا ما عم بحكي يعني كناطق رسمي باسم الايرانيين، بس هو ليش بس انا بشوف الحجم الطبيعي للموضوع. البعض عم بيقول انه هو ضغط على لبنان. خليني اقول لك شغله، يمكن اول مره يكشفوا هذا الامر، اول مره بينحكى فيها من 30 سنه بل من 40 سنه. في كثير من اللبنانيين اللي بدهم يسافروا على ايران وممكن انه هيدا الموضوع يعمل لهم حرج لانه العقوبات، بيسافروا بعيدا عن العقوبات بيسافروا على دول أوروبية وعلى أمريكا وأحيانا على دول عربية، وبيطلبوا أنه كانوا يطلبوا أنه تنحط التأشيرة أو الهاي على ورقة برانية مش على الباسبور. أنا كبلد بيعنيني بشكل أساسي أنه وقت يجي هيدا المواطن الأجنبي بده يفوت لعندي يفوت بإذن مني وكون أنا موافق له. هلأ هاي الختمة بيجي على الباسبور والله على الورقة، هيدا أنا برأيي شأن شخصي له علاقة بصاحب العلاقة، إنه أنا بدي ختمك على باسبوري ولا بدي ختمك برات باسبوري. وهو هذا الإجراء من السبعينات أول شيء حتى عقوبات على العراقي وعلى الإيراني. ليك المغالطات اللي عم بتصير وين؟ يعني وسائل إعلام كثير، هلا ما بدي أسميها، شو عم بتقول؟ شعب إيران كله بيجي على لبنان. إنه 80 مليون إيراني رح يقدروا يفوتوا بلا تأشيرة. طردي بالشهر عم يفوت 10,000 إيراني، بين هول ممكن في ثلاث أشخاص عندهم وضع خاص، رجال أعمال إيرانيين. إذا نفهم أنه هولي جايين على لبنان ممكن برا يصنفوا تحت عنوان أنه على لوائح حرس ثوري. يمكن هذا يا أختي عنده شغل بزنس مان، عنده شغل بأوروبا بأمريكا فما بدها القهد. لا، أنه وزير الداخلية وأنه البلد انخض وأنه هيدا الموضوع كل بساطة أنا عم بفوت على المطار. بس هيدا بس نوضح للناس، لأنه شو بين إنه بفوتوا بلا تأشيرات، إنه فوضى وسايبة وما حدا بيعرف فيهم مين فات ومين طلع. اللي عم بينقال إنه حتى اللبنانيين اللي هن بيكونوا مقدمين على فيز بالخارج بيضطروا يجوا عبر طريق يعني غير دغري يصير الختم على باسبورهم اللبناني، هدول اللي ما قالوا عليه لا بفوتوا على إيران بيكونوا رايحين على أمريكا أو على غير بلدان ومقدمين على فيز، بيعرفوا إنه يعني وضع ختم الدخول على ورقه منفصله على الباسبور بتصير عادي. بس هيدا ما بيعني انه عم بفوتوا من دون ما تعرف فيهم الدوله. لا، هيدا الدخول قانوني بالكامل. طبعا انا ما عم بدافع عنه يعني لاقرب الفكره.
أنا بدي أطلع على سوريا، معي هوية ومعي باسبور. بقوم أنا البعض هيك بفكر، بقول أنا بدي سافر بعدين على بلد أوروبي، إذا شافوا ختم سوري يمكن يعملوا لي مشكلة أو على دولة خليجية. بقوم أنا بطلع الهوية، وقت أطلع بسوريا على الهوية في بطاقة برانية، هاي البطاقات البيض عاملينها موحدة للرعاية السوريين واللبنانيين، بيجي الختم مش على هوية، بيجي الختم على البطاقة. بعدين من ناحية، بس هون البعض عم يسأل إنه إذا هل لبنان رفض شي مرة استقبال إيرانيين موضوعين على لائحة العقوبات الدولية، ولا هيدا اللي عم بيصير؟ يعني اليوم الخوف عم ينقال على إنه يتحول ملاذ لبنان لهؤلاء اللي هن مطلوبين دوليا. أولاً شو أولاً ما في عقوبات دولية، في عقوبات أمريكية. ومفترض لبنان، عم بحكي بالمطلق بالمبدأ العام، لبنان بما إنه دولة ذات سيادة ودولة مستقلة، من المفترض إنه لبنان أن لا ينجر للخضوع إلى العقوبات الأمريكية، هاي بالمبدأ. إذا كان الأوروبيين متمردين على العقوبات الأمريكية فما بالك بلبنان. بس أنه في ظل علاقات متوازنة بين لبنان وإيران، أنه المواطن الإيراني واللبناني ما بده تأشيرة الدخول، اللبناني ما بده فيزا ليفوت على إيران، والإيراني ما بده فيزا ليفوت على لبنان، فبالتالي ما عادت التأشيرة عم تنختم على ورقة برانية. كل اللي عم بيصير بطاقة الدخول، يعني ورقة برانية عم تنختم. وهي حالات ممكن، أنا ما بعرف، بس أنا بحسب اللي بتصوره حالات كتير فردية ومحدودة، مش إنه ظاهرة عامة. كيف يعني حالات؟ يعني المواطنين مش كل الإيرانيين، حدا إيراني عم بيفوت، ممكن حدا ممكن عنده وضع خاص، يعني في إيرانيين عم يدخلوا على لبنان عم بتم الختم على باسبوراتهم؟ أكيد أكيد، مش ممكن. أنا أصدقائي بيجوا معي، ولا مرة، أنا كل شهر شهرين بروح على إيران، ولا مرة وقت اللي نجي بتجي الطيارة نصها إيرانيين، ولا مرة شفت حدا عم يختم برات الباسبور. طيب هون عم ينقال يعني إنه الختم برات الباسبور هو للحرس الثوري ولدواعي أمنية. طيب عال لحظة شوي، هيدا اللي هو مسؤول بالحرس الثوري، وقت اللي عم يجي يوقف قدام الامن العام وعم ينختم برات الباسبور، ما هو هيدا الانسان ما حيسافر لا على اوروبا ولا على امريكا لانه مطلوب، ليه بده يختم برات الباسبور؟ واذا دواعي امنيه، ما مجرد الختم على البطاقه البيضاء او على ورقه برانيه، يعني الدوله اللبنانيه عرفت انه هو فايت على الاراضي اللبنانيه. يعني نقل الختم من الباسبور لورقة برانية لا يحول دون أي مسألة أمنية، هو خوفين منا عن جد. يعني نحن العقل اللبناني بس هذا عم بينقال انه يمكن يصير تابع مثل حاله انه بيقدر يفوت اي مسؤول، وبعدين قال ما عرفنا فيه صار على الحدود مثل ما صار بالمسؤول العراقي. اسمعي شوي، ما هو عم ياخذ البيانات بشكل كامل، يعني موظف الامن العام. وقت لي اذا عم بيصير هيك حاله، نفس العمليه اللي بيعملها وقت لي يختم على الباسبور عم بيعملها وقت لي هو عم يختم على الورقه، وبركي ما عم يختم كليا. ساعتها ما بيجي على الامن العام ولا بفوت على المطار، ما بكون في طريقه شرعيه. ساعتها بيجي على سوريا، ها، وبألف طريقه بيجي من سوريا لهون، ليه بده ينزل بمطار بيروت؟ طيب هيدي كل الهمروجه يعني اللي صارت بالاخر كيف بدها تنحل؟ يعني البعض عم بيقول ما رح تتجمد هيدي أنا برأيي ما في مشكلة لحتى تنحل، هيدا إجراء إداري روتيني، مش بموقع الدفاع. طيب ليش وزير الداخلية قرر تجميد هذه ال يا أختي؟ وزير بيقدر يجمدهم؟ عم بيقولوا ما بيقدر، وقف الأخدام بيقدر؟ بعدين وزير الداخلية هلا فالل وخلص. شو خص ما اللي هي يعني سلطة امتداد المفروض تكون، وزعلان يعني ما بعرف، يعني وقت اللي هو يصير بوضع مستقر ومرتاح فينا نحلل شو بيقول شو بيحكي عن جد، لأنه يعني مرحلة ما قبل الانتخابات إذا بدنا نضل مشكلين امتداد لإلها بمرحلة ما بعد الانتخابات ونحن بس البعض عم بيقول إنه كمان ما في وزير داخلية يكون في شيء هالقد انكشف وهالقد شو هو هالشيء تم الإضاءة. ليش بده تعنون وكالة الوكالة الإيرانية الرسمية إنه الإيرانيون يدخلون لبنان بلا أختام؟ مش هيك شو الهدف منه؟ مش هيك الخبر، خبر إنه في بعض الإيرانيين، يعني أنا برأيي يعني بدك تعرفي بالضبط ليه الإيراني حكي. ليه؟
مش أذية للبنان بعد قال شو؟ لأنه الإيراني يعني بالكامل المعاملة بالمثل. الإيراني هلأ نحن كدولة بلبنان في دول بتفوت لعنا بلا فيزا. مزبوط. بس نحن إذا بدنا نفوت لعندها بننطر 10 سنين لناخد فيزا. الإيرانية مش هيك، الإيرانية بيتعاملوا مع الدول بالمثل. مثل ما في أشخاص لبنانيين هلأ عم يعتبروا إنه مثل ما في أشخاص لبنانيين ممكن يفوتوا، ممكن عم بقول مش بالضرورة يفوتوا على إيران من دون ما ينعمل ختم على باسبورهم، بس هيدا ما بيعني إنه دخولهم مش شرعي، لأنه الختم عم بيصير على ورقة برانية. ربما الإيرانيين أعلنوا عن الموقف لأنه لحتى في حدا عم يتشددوا معه متوازن لبنان. مثل ما إنه الإيرانية يعني قصدك تقول إنه ممكن يكون صار شي حتى التشدد مع احدهم، لا مشان هيك الايرانيه ضوّوا على الموضوع. انه مش بس يعني انه ايران لبنان وايران عم بيتعاملوا مع بعض بالمثل، مش بس انه المواطن اللبناني اللي بفوت على ايران اذا بده، طبعا مش اذا بده، في اجراءات معينه ممكن يفوت بلا ما ينختم باسبوره، لانه ممكن يكون عنده مصالح. بس البعض ربطها انه بهيدا الوقت ليقولوا انه نحن نفوذنا في لبنان وانه ما يجري في اليمن يعني باطار انه احراج للبنان، والقول تحديدا حتى من بعد تصريح سليماني والتي تحدث فيه عن 74 نائب لحزب الله، ما بعرف كيف نعده يعني، هل حسب من ضمنهم تيار العهد كل او تكتل لبنان القوي، انه كل هيدا كانه عم ينقال انه لبنان محسومه لالنا. قصدي هاي التصريحات ما عاد عن جد ما عاد يعني قلنا خلق نعلق عليها كثير. اي تصريحات لوائل سليماني؟ لا مش تصريحات يعني هاي عفوا انا استخدمت تعبير غلط، انه هاي الحكي اللي عم يتعلق على التصريحات. طب ولو اذا بيطلع الجنرال سليماني عم بيقول انه لبنان 74 نائب هم لحزب الله، طيب كيف تفسر؟ انه ما بدنا نعلق، بس كيف تتفسر؟ في عندنا شغلتين. الشغله الاولى انه اللي قاله سليماني اللواء سليماني هو كلام توصيفي، ما عم بيطلق موقف، عم بيحكي. انا عم بقول هاي التليفون اللي قدامك احمر، انا سبب انه هو احمر؟ ها؟ عم بقول تليفونك حلو واحمر. بس كيف وصف طيب انه في 74 نائب لحزب هاي الله؟ اولا، ثانيا انه هو معتبر حزب الله مع حلفائه شكلوا حاله وظاهره اكثريه بالمجلس النيابي، بمعنى انه هو كمراقب وكحدا معني بالوضع بالمنطقه برمتها، انه بيعتبر كان التحدي قدام حزب الله وحلفائه انه بينتصروا بالانتخابات ولا لا، طلع معه انه انتصروا بالانتخابات ليقدم افاده على كيفيه انتصار حزب الله بالانتخابات، قال كلمه 74 نائب. هلا طلعوا 2-3 زايدين، 2-3 ناقصين، هذا وضع ثاني. يمكن طلعوا 29 زايدين. كيف؟ لا العد طالع معه 29 زايدين. نانسي خلينا عمليين وموضوعيين، التيار الوطني الحر حليف لحزب الله ولا لا؟ بالخيارات الكبرى، مش عم بحكي بالكهرباء وبالمي. وبموضوع مثلا الناس يعني الملفات الداخلية. تيار الوطن الحر حليف لحزب الله ولا لا؟ إذا أراد حزب الله أمرا من التيار الوطني الحر على المستوى الخيارات الاستراتيجية اللي لها علاقة بالمنطقة واللي بتعني مثلا حلفاء حزب الله بالمنطقة وصولا لموسكو، تيار الوطن الحر مع حزب الله ولا لا؟ فإذا أنت على طريق يعني خيارات وصولا لموسكو، كنا على أساس وصولا لإيران صرنا بالمحور وصولا لموسكو. بقول إنه مش نحن، هن بيقولوا عن بعض، نحن تحالف يعني استراتيجي. اليوم إذا قال شو يعني قالوا إنه القرار هو بإسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري إذا ما تألف، هاي اعتبارات داخلية. خيار هاي اسمها اعتبارات داخلية. أنا شو قصدي تحالف استراتيجي؟ انه حزب الله تيار الوطن الحر مع حزب الله ضد اسرائيل، تيار الوطن الحر مع حزب الله بسوريا، والتيار الوطن الحر مع رؤيه يعني يتطابق الى حد كبير جدا 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 مع رؤيه حزب الله ازاء الملفات الاساسيه اللي عم بتصير بالمنطقه. بدك قاسم سليماني هو عم بيصرح يجي يحسب انه والله مثلا النائب ألان عون قال هيك والنائب علي عمار قال شيء ثاني مختلف عنه، فبالتالي لا مش هيك بيحسبوا الجماعه. بعدين يا اختي اذا هو غلطان، نفترض انه هو غلطان بالتصريح، هيدا دليل انه هو مش عم يتدخل بالوضع اللبناني،
لانه لو عم يتدخل بالوضع اللبناني لهي المستوى اللي عم تحكوا مفترض انه كان بيعرف بادق التفاصيل، هي دليل على بختام بهذا الموضوع، عم يقارب الموضوع من زاويه بعيده من ما ختام الموضوع عم بتقول عدم ختم عدد او بعض باسبورات او جوازات سفر ايرانيين مستمر. انا ما بعرف، وانا عم بقول لك ولا مره شفت حدا ايراني واقف بالصف ونازل من الطياره. بس اتخاذ الامن العام هذا الاجراء منه عبثي، انا عم بقول اذا هيدا الموضوع موجود هو مش خلاف القانون ومش خلاف العرف وهو مش خارق للسياده وهو تعامل بالمثل هذا معمول به من السبعينيات. كيف؟ هذا هذا هي الموضوع، حتى كان الحديث بالسبعينات عم ينحب اكثر على العقوبات على العراقيين. كانوا يعني هذا الموضوع يتم التعامل به بهذا الشكل مع عدد من العراقيين نتيجة العقوبات اللي كانت مفروضة عليهم. بمتابعة للمواضيع الداخلية، موضوع تأليف الحكومة، أن يقول الرئيس نبيه بري عن رئيس المكلف أنه مطنش، ليش بكير ينقال عنه مطنش عن تأليف؟ يمكن هذا أمز من قناة أنه جزء من التعقيدات التي تؤدي إلى عرقلة أو تأخير تشكيل الحكومة مرتبط بالأجندة الخارجية. أجندة مين؟ السعودية. ليه السعودية ما بده يكون في حكومة بلبنان؟ لا ليه فعلا؟ لأنه السعودية كل شيء بده حزب الله. اليوم إذا حكومة مؤلفة من حلفاء السعودية، القوات زاد عددهم بالانتخابات، ففي يكون الاشتراكي بالأمس كان يمكن حزب الله غلط بشغلة. انه حزب الله غلط انه قال نحن مستعجلين على تشكيل الحكومه، فالسعوديه بتطلع حزب الله شو بدهم يشتغل بعكسه. لو حزب الله قال نحن لا نريد تشكيل الحكومه قريبا، كانوا السعوديه قالوا انه لا بدنا نشكلها. هلا انا عم بمزح، بس بشكل عام بتصور انا انه المملكه العربيه السعوديه بانتظار جلاء الموقف وطبيعة ما يراد حصوله على مستوى الملف النووي بين إيران والأوروبيين واستتباعا بين إيران والأمريكيين والخمسة زائد واحد، لأنه على ضوء هيدا الأمر هنالك تداعيات من الممكن أن ترخي بظلالة بقوة على المنطقة، منطقتنا تحديدا، وعلى مجمل الملفات. يعني حالة التموضع بين بس إيران. بس أي متى هيدا بده يصير؟ يعني لقلك بالضبط من هلأ إلى شهر، يعني بالضبط اللي بده يصير هو التالي. في لقاء بوتين ترامب مفروض قريبا. قصدي لقاء بين الجانبين برأيي، مش الكرة مش بملعبه. يعني هلأ المشكلة مش بين إيران وروسيا أو بين روسيا وأمريكا، مشكلة أنه الاتحاد الأوروبي واعد إيران أنه طولوا بالكم إذا بقدر أنا يعني لاقي صيغة ترضي الإيرانيين على أن تبقى إيران ملتزمة ومستمرة بالتزامها بالتفاهم النووي الدولي. هذا الأمر من شأنه أن ينعكس يعني إذا بدك انفراج على ملفات المنطقة. أما إذا ذهبت الأمور أنه الأوروبيين ما قدروا يتفاهموا مع الإيرانيين وانسحبوا، أنا برأيي هذا بيحط المنطقة على صفيح ساخن، لانه الدار الاوروبي يعني عم تحكي بهذا الاطار انه كما حتى لوح الرئيس بيرن هو رايح باجازته، قال اذا بتضلوا مطنشين انا فالي لو ما حكيت نهايه الاسبوع بعد يومين مفروض يومين يمكن ما يروح اذا منه بوارد انه ما يروح على هلا ما بعرف يعني هو عم بيقول هذا الامر معلن وعارفين فيه انه انا رايح بالاجازه. ما بعرف، كنا عم نسمع انه في تسريع لتشكيل الحكومه، انا برايي ما بتشكل بسرعه. شو يعني بسرعه؟ بس كيف اوقاتك؟ شو البسرعه عندك؟ اشهر يعني هلا لشهر ما بتصور انه في حكومه، ما بعرف. من هلا يعني كمان ما ننسى انه في تأييد حكومه اكثريه، حزب الله اجواءه بتأييد حكومه اكثريه تحكم اقليه تعارض؟ حزب الله لا، يعني ما بيقبل اي فئه وازنه تكون زعلانه وتبقى برات الحكومه. القوات فئه وازنه؟ حزب الله ما عنده مشكلة إنه القوات تكون بالحكومة، وما عنده مشكلة يكون مع حكومة وزارة سيادية. هاي من الحصة المسيحية، عرفت يعني في وزارتين سياديتين بالتقسيم المتعارف يعني عليه. موضوع الكرة بالملعب بين التيار بس اليوم بالمنطق لما تلاقي إنه في وزارتين سياديتين كما هو حال الوزارتين السياديتين محسوبين على الثنائي الشيعي ميزته
او الثنائي الوطني احلى ما شو الميزه عنده؟ ما بيحطوا فيتو على الاخرين، يعني بيقولوا نحن بدنا هيك لانه مقسمين بينهم الحركه. لا بيقولوا نحن بدنا هيك وانتم اللي بتلاقوه مناسب بين بعض اشتغلوا. يعني حزب الله ولا مره، قد ايه في خصومه بين القوات وحزب الله، حزب الله ولا مره ابلغ العونيين او اي فريق ثاني انه انا بقبل القوات هيك او ما بقبل للقوات هيك. هلا قد ايه في جدل انه القوات بدهم حقيبه سياديه. حزب الله ولا مره بلغ انه انا عندي اعتراض على القوات، خاصه انه هاي الحقيبه اذا بدها تاخذها القوات مثلا تاخذها من الحصه المسيحيه او من حصه التيار او رئيس الجمهوريه، مش لانه حزب مين الله قال انه حصه مش التيار لأنه حزب او رئيس الجمهوريه لانه اليوم في حصه بس حتى يعني سياديتين بالحصه عند المحسوبين على الطوائف الاسلاميه، مش لانه حزب الله بده يطريع مع القوات لانه هيدا يعني شأن بس بالمنطق دكتور لما حصه لما ما يعرف بوزارتين سياديتين للطائفه الاسلاميه في لبنان بتنقسم بين السنه تيار المستقبل شيعه حزب الله وامل، سياديتين عند المسيحيين مفروض عند التكتلين اللي هن اقوى لا يعني سياديه للقوات وسياديه للتيار الوطني الحر. بس هن بيتفاهموا بين بعض، مش انا بيجي بقول لهم لازم انتم تاخذوا هاي وتعطوا بس هاي هو المنطق مش هيك بيقول بس هلا لانه هن مختلفين بين بعض على السياديه. انا برايي في التباس بالوسط المسيحي حاليا بين يعني بين اذا بدك تكتلين او قوتين، البعض عم يحاول يفصل رئيس الجمهوريه عن التيار الوطني الحر. ما بتفصل عن التيار الوطني الحر حضرتك؟ انا برايي انه ما في، ما بعرف رايي الشخصي، عم بحكي هلا منطقيا وموضوعيا. فيما لو لم يكن لدى رئيس الجمهوريه تيار وطني يقف خلفه وفاز بالانتخابات، نعم لكان هنالك ضروره لكي يكون هنالك حصه لرئيس الجمهوريه اسوة بالرئيس ايميل لاحود والرئيس ميشيل سليمان وقت لي كل هيدا التيار بخدمه رئيس الجمهوريه ويعبر عن رغباته وامتداد له ويمتثل لما يريده، بتصير عملية الفصل بين حصة رئيس الجمهورية وحصة التيار هي محاولة للحصول على أكبر قدر ممكن من المقاعد الوزارية، مش يعني عملية توزيع عادل للحقائب، خاصة في ظل هاي الحشرة اللي نحن عايشينها هلأ بعد الانتخابات. عم تقعدوا منيح مع القوات؟ لا مش لا ولا مرة نحن بس هيدا هيدا الخطاب هيدا اللغه أنا انه عم بتأيد الفكر اللي عم بيقول الرئيس ما لازم يكون عنده حصه اذا عنده تيار ومثله وتكتل لحتى ما ينفهم غلط، انا عم بحكي رايي الشخصي، انا عم بحكي بموازين منطقيه، لو رئيس الجمهوريه الحالي هو شخص مثل ميشيل سليمان او لحود او اي حدا اخر، ايه الحيثيه تفرض انه يكون عنده وزراء يأزروا بمجلس النواب، بعود بقول حزب الله الحكي اللي عم بقوله انا ما راضي عليه، ما بيقبله، بس انا بقول ما بيقبله ولا بيعتبر انه حيبين تصويب على الرئيس؟ بتصور انه ما بيقبله، كمان تيار الوطن الحر ما حيقبل هاي الكلام، بس انا كوجهه نظري انا بلاقي انه نحن هلا عندنا حشره، اذا مش كل اربع نواب بيطلع لهم وزير، كل خمس نواب بيطلع لهم وزير. خلينا نشتغل بمنطق العدالة والتوزيع النسبي تبعا للانتخابات النيابية. وهلا اللي عم بيصير هو كمان انه حصة رئيس الجمهورية هي من اجل انهاء حالة الحرج القائمة بالبلد، يعني ممكن طلال أرسلان يصير من حصة رئيس الجمهورية. السنة اللي عم بيطالبوا بتمثيل خارج اطار تيار المستقبل كمان يمكن يكون واحد منهم من حصة رئيس الجمهورية، اذا هيك ايه الموضوع بس هيدا كمان ما لافت لانه اذا كان رئيس الجمهورية بتوزير سني من تكتل السنه اللي هن خارج تيار المستقبل وهو الوزير فيصل كرامي، الوزير فيصل كرامي حليف للنائب سليمان فرنجيه وعلى راس السطح مثل ما بيقولوا، كيف بده يكون من حصه الرئيس هون؟ بده يصير فيه مثل يعني حصه ملغومه رح يسميها هيك. انا برايي مرحله ما بعد الانتخابات من الممكن انه تفتح صفحه جديده بين تيار المرضى والتيار الوطني الحر. عم ينحكى عن صفحه معارضه جديده بين مختلف الكتل، يعني اذا بتتذكري دائما رئيس الجمهوريه كان يقول انه انا العهد عندي ببلش بعد الانتخابات النيابيه ومع اول حكومه تشكل. اذا بناخذ بعين الاعتبار الفتره الماضيه كلها اللي كانت هي مرحله انتقاليه ووقت مستقطع، هيدا الامر بيفرض على
رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر إذا أرادوا إنجاح العهد فيما تبقى من مدة الولاية المتبقية لرئيس الجمهورية، من المفترض أنه يعني يشتغلوا بطريقة مختلفة ويشتغلوا على مبدأ تدوير الزوايا، وخاصة بالداخل المسيحي. ما فينا نضل يعني حاملين عقلية ما قبل الانتخابات ونعملها، نعمل مرحلة ما بعد الانتخابات استمرار لإلها. هلا كمان مش بالضرورة انه الوزير، انا بحبه كثير للوزير كرامة وبحترمه بس ممكن بس اذا شك العقدة انه يكون توزير مثلا للوزير عبد الرحيم مراد او نانسي. بالمبدأ العام في عنا 20 نائب لتيار المستقبل، عنا 10 نواب صنا خارج اطار تيار المستقبل. هون نواب اللي هن 10 نواب هن مش ملحقين بلوائح، هن رموز، هن كوادر، هن قيادات. عندك نجيب ميقاتي، عندك فيصل كرامة، عندك كتار، عندك عبد الرحيم راد، عندك أسامة سعد. هو اجتمعوا امبارح من يومين رغم كل التباينات اللي بيناتهم اجتمعوا. طب يا أخي يا سعد الحريري، أنت عم تشكل حكومة بناء على أي معايير؟ مش مفترض هاي الحكومة تفرز وتنتج الإرادة الشعبية؟ عنا 10 نواب صرنا نجحوا، هو مفترض بالحد الأدنى يطلع لهم وزيرين. ستور. ليه أنت بدك تاخذ كل الحصة السنية بالوقت اللي أنت بالانتخابات ما أخذت كل الأصوات؟ رح تابع معك بموضوع الحكومة وعدد من المحاور، لكن بعد التوقف مع فصل إعلاني أخير. مشاهدينا اهلا بكم من جديد، ونتابع الجزء الاخير من حوارنا مع الاستاذ الجامعي والكاتب دكتور حبيب فياض. دكتور فياض، بموضوع الحكومه دائما بينقال هذا الفريق بده هيك، في حقائب معروفه شو هي. حزب الله قبل الانتخابات اعلن صراحه بانه ما بقى بده فتات الامور او الزهد بطريقه، لانه عم ينحسب عليه المشاركه بوقت ما عم بيطلع من هذه الحكومات الا المزيد من الفساد وغيره من الجمود اذا بدنا نقول. ما هي الحقائب التي يطالب بها حزب الله اليوم؟ ما يعني في بده حقيبه خدماتيه اللي هي الصحه، مثل ما بقول الصحه، بس انه انا برايي طالما لم تنضج الطبخه الحكوميه بعد بشكل كامل، ما فينا بشكل حاسم ومحدد ومسبق نحدد كل فريق شو الحقيبة اللي بده يحصل عليها. بعدهم عم يتخانقوا على الأحزاب، في عنا مشاكل بنيوية. يعني هلا الرئيس بري حكي بمشكلة بالدستور، انه انا برأيي مش بس بالدستور، مشكلة بالنفوس ومشكلة بالعقليات ومشكلة بتأسيس لبنان ومشكلة بكل هاي التداعيات. نحن عنا عدم قدرة على انتاج مؤسسات مستقرة وسليمة. نحن مثل امرأة حامل عرفتي وبتدخن مثلا، طبيعي يطلع الجنين مشوه، ما فينا نتوقع الوضع هلا. غير الامور اللي هي مرتبطة بالعوامل الخارجية اللي حكينا فيها، في عنا مثلا كان عنا عقبة شيعية بقولوا انحلت، مش هيك؟ عشان وزارة المال طيب عنا طلعي، عنا عقبة مسيحية، مش هيك؟ عنا عقبة درزية، وعنا عقبة سنية، وعنا عقبة إلى علاقة بالأقليات. بنعمل حكومة ب 32 وزير ولا ب 30 وزير؟ طب دليني وين ما في عقبة. يعني ما تقولي لي في عقبات هون، أهون علينا. طيب بس اليوم إذا بدك تقول إنه في حدا بيقدر فعلا بغضون أيام قليلة يحسم الموضوع ويؤدي إلى تأليف حكومة، أي حزب بيقدر يعمل هذا الموضوع بالبلد؟ ما في حدا لحاله ما بيقدر، ولا حدا، ما حدا بيقدر. في بس انه يعني المسؤولين يغيروا طريقتهم بمقاربة الامور وما يتعاطوا مع السلطة ومع الحكومة على اساس انه حصص ونفوذ، يتعاطوا مع الحكومة على اساس انه هي آلية يجب ان تكون مستعجلة من اجل حل مشاكل البلد. البلد على حافة الانهيار. بس ليه اليوم نحن بعهد الرئيس ميشيل عون كل يوم عم بيطلع حدا يقول البلد على حافة الانهيار؟ مش عهد ميشيل، هل هو تلويح بتهديد للعهد؟ لا انه كأنه البعض عم بيقول انه هذا البلد رح يكون في مثل
خطر دائم له انه الافلاس الاقتصادي. كل يوم عم نسمع حدا عم يحكي عن افلاس اقتصادي. مش العاهد هو اللي بيتحمل مسؤوليه ما قالت بس كمان مش سهل حدا بعهده يعلن او يصير في افلاس اقتصادي. يعني من سنه التسعين من وقت اللي انتهت الحرب الاهليه الى الان هنالك ممارسات مورست من قبل السلطات المتعاقبه هي اللي ادت الى تفاقم وتراكم المشاكل اللي عم نعيشها هلا لدرجه انه الرئيس ايه بدنا نوصل لمرحله ما عاد يحمل الوضع. بس هلا وين الهجنه؟ يعني وين المستغرب؟ المستغرب انه لاول مره منذ الحرب مثلا بنشهد على شيء اسمه وقف تمويل الاسكان اللي هو قروض الاسكان. كمان هيدا يعني اول انهيار. البعض عم بيقول نحن يعني اول بوادر انهيار عم نشوفها وصارت قدامنا هو القطاع العقاري، مزبوط ولا لا؟ هلا القطاع العقاري له فتره بحاله جمود او تراجع. هلا بلشنا بالانهيار. هلا عم يتبلور اكثر الوضع. وايه هيدا مؤشر والمتوقع انه شو؟ هيدا مؤشر يعني بين كاسات شقق، بين ضياع اموال عالم اندفعت واللي شفناه بازمه وبين سايفو، تفاقد وضع اجتماعي اكثر. يعني بعد رايحين بعد على شيء أسوأ. كان هيدا الموضوع متنفس، لكن احنا بلبنان مثل كل الدول عندنا وضع مالي وعندنا وضع اقتصادي. الوضع الاقتصادي كل عمره بلبنان هو مأزوم، عرفتي؟ ونحن بلد مش اقتصادي، بلد قائم هيك سياحي ريال. قلنا 20 30 سنه بنتدين وبنصرف، بنتدين وبنصرف. هلا كان الاستقرار بالوضع المالي يعني عامل. هلا الخطوره وين؟ انه ينضرب الوضع المالي الى جانب الوضع الاقتصادي. هاي الخطوة اللي اتخذت على مستوى الإسكان وعلى مستوى هاي، هل يراد منها أن تكون مؤشر وتمهيد للقول بصراحة الوضع المالي بلبنان يعني ما بقى يحمل، بده ينضرب وما بقى يحمل؟ ما بعرف، هاي بدها خبير مالي اليوم. مين عنده جرأة يطلع يقول للعالم سنفروا بحياتكم مثل ما البعض قال انه او باموالكم؟ يعني انه خلص انه البلد فعلا هالقد يعني ما عليه. بدي اقولها بصراحه يعني انه بلد مثل لبنان عايش حاله طوارئ، بلد بده حكومه ب 30 و 32 وزير. بربك يعني عفوا التعبير انه انا بلاقي نصف السياسيين بلبنان مستنفرين. ما عليه بدي اقولها، للقيام بعرض عضلات وعم بيتخانقوا مع بعض على الحصص، وهيدا عم بيرد على هيدا وهيدا، واشهدوا لي عند الامير. وهي وضع على حافه الانهيار، حكومه ما عم تتشكل، بعدنا طالعين انتخابات نيابيه جديده. كيف اي مسؤول بلبنان من الممكن انه يقدر يحط راسه على مخده وينام؟ بس كمان وين هاي الناس؟ الوضع وين البلد الناس؟ ما فيش بلبنان الراي وين عام. وين عن جد فعلا؟ وين هو الشباب اللي عم بتقسط شقق ووقفت شقق؟ وين هو اللي طالبين قروض ووقفت قروض؟ ما عندنا بلبنان. طب وين هاي العقل العالم؟ ما عندنا بلبنان راي عام. هلا بهاللحظه قولي انه في زعيم معين صار عنده صداع مثلا، او والله بده يفوت على المستشفى يعمل فحص دم حتى ما نقول فحص شيء ثاني، بتلاقي العالم هيك اي عباب مستشفى هيك بيعملوا مظاهرات. بس باسئله سريعه، مرسوم التجنيس لماذا حزب الله لم يصدر اي موقف بحقه بهذا الموضوع؟ ما بعرف، بس اللي بقدر اقوله انه حزب الله ما كان مرتاح للطريقه اللي انشغل فيها. وانا يعني انا رايي هون ما خص، يعني بمضطر دائما اقول ما خص الحزب، انا برايي هيدا المرسوم كان ضربه للعهد. الاسم الايراني في مرسوم التجنيس مطلوب من حزب الله؟ كيف؟ الاسم الايراني الوحيد حزب الله الذي حاز على الجنسيه اللبنانيه كان مطلوب من حزب الله؟ ما بتصور. ايضا بموضوع باخر الاسئله، هل رح تتصالح مع زميلنا الاعلامي وليد عبود وتكسروا هذه الدعوة المرفوعة ضدك؟ يعني بنحكي عن أنا شو عامل معه؟ لا بس أنه بغض النظر هي دعوة ورفعها زميلنا وليد عبود، هل صحيح أنه في مسعى عم بيقولين أم في من شخصية مرجع بحزب الله لصلح بينك وبينه؟ مش مسعى، يعني تمني أنه إذا في إمكانية تنحل حبيا حلوها. هلا انا يا اختي من جهتك قبلين بالحال؟ لحظة لك شغله، يعني انا قبل المشكل مش انه كل يوم ما بنام الا اذا بحكي مع وليد عبود. طيب عرفتي؟ يعني انا ما بشوفه لزلمه الا وقت اللي كنت اقعد معه. هلا كيف بده ينحل؟ اذا بده ينحل حبيا يعني هو بيصحب الدعوه، كل واحد بمكان، عرفتي؟
هاي الأساتذة المتفرغين بالجامعة اللبنانية، حضرتك بالجامعة وفي دائما شكوى، شو بده يصير بهذا الملف اللي مهدد الجامعة كلها، مهدد الطلاب، مهدد العام الدراسي، شو بده يصير بملف الأساتذة المتفرغين؟ هلا منيح اللي سالتيني على الموضوع لانه زملائي عم بيكتبوا لي انه لكن احنا انجزنا تقريبا قبل 3 اشهر او قبل شهرين انجزنا ملف متشكل من 570 اسم من المتعاقدين هول يعني صاروا مرشحين للتفرغ. هيدا الملف العدد 570 هيدا الملف يراعي التوازن الطائفي. لا هيدا الملف قائم على معايير أكاديمية دقيقة جدا وعلى مبدأ الكفاءة. هذا الملف صار جاهز ومنجز وقت اللي تقدم. يعني هيدا لا يراعي التوازن الطائفي كيف لا؟ يعني هاي الملف مش انه بيراعي والله ما بيراعي. يعني هاي اللي هن مستوفين للشروط تم تجميعهم كلهم ضمن ملف معين. هلا بضل في عنا شيء ثاني غير المستحقين، هن الناس اللي الجامعة بحاجة لهم. يعني في عنا احتياجات. قد ايه بحاجة الجامعة؟ ما بعرف الحاجة ما فيك تحدديها كعدد، يعني مش العدد هو اللي بيفرض الحاجة. ايه بس ما في حاجة يعني هي اللي بتفرض العدد. عارفين انتم هلا نحن المشكل بالبلد طائفي، المشكل بانه يمكن 20% تمثيل مسيحي و80% تمثيل مسلم، صح بس صحح وين مضبوط بالاساتذة بالجامعة؟ لا قد ايه؟ 30-70. انا قلت لا بدك تقول طيب 28% مسيحيين وتقريبا 72% مسلمين. طيب شو بده يكون الحل؟ كيف بتكون تعمل توازن؟ لقلك شغله، نحن بالجامعه عندنا احتياجات، سوف يصار الى تحديد الاحتياجات مع الاخذ بعين الاعتبار لمساله التوازن، يعني موضوع الاحتياجات من الممكن ان تلعب دور على مستوى ردم الهوة القائمه لناحيه موضوع التوازن. يعني بالاحتياجات ممكن يصير اخذ الطلبات اللي هي عند الكفاءه بس راعي يكون طابش لميله اكثر يعني ما حتاخذي حدا لانه مسيحي، لا حتاخذي اكيد حدا عنده الكفاءه بس انه راح يكون والجامعه بحاجه له. بس طبعا موضوع الاحتياجات ما بيلغي يعني مش قائم على مبدا التعسف، يعني مش انه اذا حدا والله مسلم بحاجه له مش حتاخذي. فتم اتخاذ قرار بمجلس الجامعة أنه اللجنة المعنية بهذا الموضوع واللي أنا فيها أن تستمر، يعني تعمل المرحلة الثانية من دراسة الملف اللي هي تحديد الاحتياجات بعدما تم بالمرحلة الأولى القيام بتحديد المستحقين والملفات المستوفين للشروط. شكرا لك الأستاذ الجامعي والكاتب دكتور حبيب فياض، أهلا وسهلا فيك. وشكرا لك مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة. غدا حلقة جديدة من برنامج حلقة، فكونوا على موعد.